بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان بحاجة إلى أن يتذكر أن الدنيا ظل زائل، عمر مؤقت، وقت وينتهي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان إذا تذكر أنه فقط عمر محدود، فالآن لابد أن يقوم أولا بالجد والاجتهاد والمبادرة، لا كما يقول البعض ما دام أني بموت خلاص ليش أجتهد. لا، بالعكس، بل نعمر الدنيا قبل أن نموت، وكذلك نشتغل للآخرة قبل أن نموت، ونبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. إذا تذكرنا الموت ليس معنى ذلك التعاسة والبكاء، ولكن معنى ذلك العمل والجد والاجتهاد وكذلك الإتقان، حتى إذا لقينا الله لقيناه وهو راض عنا. أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يتجاوز عنا وأن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.